السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كثيرة. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله. نعم. الذي فطرني. قرأ. والتي بعدها. اتخذوا أحبارهم. طيب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فيه مسائل: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير من الفسر، وهو الكشف والبيان، ومن ذلك كتب التفسير لكلام الله تعالى، مع أن العرف خص ذلك بالقرآن وما عداه بالشرح. ما يقال تفسير البخاري ولا شرح القرآن، هذا اصطلاح عند أهل العلم درجوا عليه، وإن كان المعنى متقارب. هل رأيتم شرحا لكتاب الله، شرح كتاب الله لفلان، أو تفسير البخاري لفلان؟ لا، المعنى متقارب، لكن العرف والاصطلاح عند أهل العلم خصوا التفسير بما يتعلق بكتاب الله جل وعلا، والشرح بكلام غيره. ولعلهم رأوا أن يفرد القرآن وما يتعلق به بهذا اللفظ دون غيره. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد، يعني بيان كلمة التوحيد والمراد به. ولا شك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي من كلام الله في كتابه، فمن هذه الحيثية يقال تفسير لا إله إلا الله. وإذا أريد الكلام عنها على أنها جملة مستقلة هي عنوان للدخول في الإسلام، يقال بيان معنى هذه الكلمة أو شرح هذه الكلمة. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: تفسير التوحيد، بناء على المعنى الأصلي لمعنى كلمة تفسير، وهي الشرح والبيان والتوضيح. تفسير التوحيد وشهادتي، الواو هذه العاطفة تعطف شهادة لا إله إلا الله على التوحيد، والتوحيد إنما يكون بلا إله إلا الله، فالعطف هنا للمغايرة ولا لا؟ من عطف الشيء على نفسه أو مغايرة؟ هي التوحيد، شهادة لا إله إلا الله التوحيد. ويعطف الألفاظ المترادفة على بعض، فألفاء قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب، قددت الأديم لراقشيه، فألفاء قولها كذبا ومينا، هو من عطف الشيء على نفسه. و نعم، شو لا لا ما يلزم هذا فهم ذا، لكن التفسير والشرح كلمتان متقاربتان، المراد منهما توضيح الكلام وبيانه من حيث الإفراد ومن حيث الجمل، هذا تفسير. لا، الشرح في الغالب، في الغالب إنما يطلق على التفصيل، على شيء من التفصيل، والتفسير كذلك، قد تفسر كلمة وقد تفسر جملة وقد نفس الشيء. عطف المترادفات، أولا الترادف في اللغة
أثبته كثير من أهل العلم وألفوا فيه، أثبته كثير من علماء اللغة وألفوا فيه، ونفاه بعضهم، نفاه بعضهم أنه بأنه لا يوجد كلمتين أو كلمات في لغة العرب بمعنى واحد من كل وجه، إنما لا بد أن يوجد بعض الفروق. وهناك كتاب في الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري لا يستغني عنه طالب علم، يعني تقرأ اللفظين على أنهما لا فرق بينهما، ثم بعد ذلك تجد أن هناك فرقا بين اللفظين. فمثلا الجلوس والقعود، الجلوس والقعود يقال مترادفان، يعني فلا يجلس فلا يقعد، ومنهم من يقول بينهما فرق بأن الجلوس لا بد أن يكون من قيام، والقعود ولو من اضطجاع. مقصود أن التفسير الترادف في اللغة من أثبته كأنه لم ينظر إلى هذه الملاحظ الدقيقة بين الألفاظ، ومن نفاه لاحظ هذه الملاحظ ونفى أن يكون هناك ترادف من كل وجه، لأنه حينئذ يكون في لغة العربي فضول يمكن أن يستغنى ببعضها عن بعض. ولو رجعت مثلا إلى كتاب الفروق لأبي هلال العسكري في القسم والنوع والصنف والضرب وجدت بينها فروق، وجدت بينها فروق، وإن كانت يستعمل بعضها في مكان بعض. هذه التوحيد، هذه الكلمة لفظ التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قد يقول قائل أن التوحيد لفظ يشمل الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وشهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد الألوهية، وإن تضمن والتزم الأنواع الأخرى، لكن هي في الأصل لا إله لا معبود بحق إلا الله جل وعلا في توحيد الألوهية، فيكون من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. وشهادة أن لا إله إلا الله معطوفة على التوحيد التي مجرورة بالإضافة، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وكلمة الإخلاص التي هي الغاية للكف عن قتال المخالفين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وبعض المتكلمين يقدر لا إله موجود، إلا الله، لكن الواقع يرد هذا التقدير. وإله فعال تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، بعض المتكلمين يقول إنها بمعنى اسم الفاعل لا إله، ويجعلون ذلك في إثبات توحيد الربوبية، لا إله بمعنى اسم الفاعل، ويفسرونها بالخالق والرازق والصانع إلا الله، كما أنها
تأتي هذه الصيغة ويراد بها اسم المعبود المألوه، اسم المفعول، لا إله يعني لا معبود ولا مألوه بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فنفت جميع ما يعبد من دون الله، نفت وجوده أو استحقاقه للعبودية والألوهية، نفت الاستحقاق لا الوجود وإلا. فالأرباب موجودة التي تعبد من الأرباب متفرقون، إنني براء مما تعبدون، فالمعبودات موجودة وما زالت موجودة إلى قيام الساعة، ومع ذلك النفي بلا إله مسلط على المعبود بحق، وهذا لا يوجد. والمثبت بإلا هو الله سبحانه وتعالى المتفرق باستحقاق هذه العبودية. وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى شهادة، الشهادة معطوفة على إيش؟ على التوحيد. وقول الله معطوف على شهادة، معطوف على التوحيد، وقول الله معطوف على إيش؟ يعني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وباب قول الله تعالى أولئك، أو معطوف على التوحيد باب تفسير التوحيد وتفسير قول الله تعالى. نعم، لا، هو فسر التوحيد وفسر شهادة أن لا إله إلا الله بالآية. في البخاري كثيرا ما يقول باب كذا وقول الله تعالى وقول الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام وقال فلان، فهو يعطف الترجمة، ولذلك يجوزون الرفع في مثل هذه الصور على أن الواو استئنافية فيقطع عما قبله. فهل نقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى بناء على أنها معطوفة على تفسير، والعطف على نية تكرار العامل، فكأننا قلنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وتفسير قول الله تعالى؟ ها؟ يعني هل جمل متعاطفة؟ باب تفسير هذه الكلمات التوحيد وكلمة التوحيد وتفسير قول الله تعالى، أو أنه باب لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وباب لقول الله تعالى؟ لا، هو فسر التوحيد بالآية، هو فسر التوحيد بالآية. أي لا، هو ساق الآية تفسيرا للترجمة، تفسيرا للتوحيد وكلمة التوحيد. أنا عطف الآية على شهادة التفسير وشهادة أن لا إله إلا الله ثم يتبعها من الآيات. الآية وما يليها تفسير للتوحيد، فهو معطوفة على تفسير. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. المشركون تنوعت معبوداتهم، فمنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد بعض الرسل، ومنهم من يعبد بعض الأولياء، ومنهم من يعبد الجن. المقصود أن المعبودات متنوعة،
فإذا عبدوا ملكا أو رسولا كالمسيح، هذا المعبود هل يملك لنفسه شيئا؟ هو معبد مذلل لله تعالى. أولئك الذين يدعون، يعني المدعوين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع العبادة، يتقربون إليه بما يرضيه. فإذا كان هؤلاء المعبودين يعبدون الله ويتقربون إليه، يبتغون إليه الوسيلة، يبتغون إليه القرب بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فكيف يعبدون من دون الله؟ فهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. ما دام هذا وضعهم، يعني فإنهم لا يعبدون إلا الله، فلماذا تشركون؟ فأثبت العبادة للمدعوين ونفى عنهم الشرك، وأنهم يتقربون إلى الله بما يحب، ومن أعظم ذلك توحيده وإفراده بالألوهية، فكيف يعبدون من دون الله؟ يقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهذا الذي يقربهم إلى الله، أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله: يرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني إذا كان هذا واقع هؤلاء المعبودين، فكيف يعبدون من دون الله؟ فكيف يعبدون من دون الله الذي لا يملك لنفسه الضر ولا النفع؟ كيف يطلب لكشف الضر وجلب النفع؟ إذا كان يتقرب إلى الله بتوحيده وإخلاص العبادة له، فكيف يتقرب إليه دون الله عز وجل؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، قدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني لا يعبدون غيره، كما في قوله جل وعلا في سورة الفاتحة: إياك نعبد، تقديم المعمول لإرادة الحصر. وجه الشاهد من الآية أو المطابقة بالنسبة للآية مع الترجمة أن صنيع هؤلاء المدعوين هو التوحيد. لماذا؟ لأنهم يدعون الله، يعني يعبدونه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم بما يتوسلون به مما يقربهم إليه، ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب إلى الله جل وعلا، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كانوا يعبدونه ويتنافسون في عبادته، وأعظم ما يتعبد به الرب جل وعلا التوحيد. المترجم عنه بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فالمطابقة والمناسبة من هذه الحيثية، وإن استشكل بعضهم إيراد الآية تحت هذه الترجمة.
قد يقول قائل هناك نصوص أوضح من هذه الآية، وبعضهم قال إن المناسبة استخراج المناسبة والمطابقة بين الآية والترجمة فيه تكلف، لكن إذا عرفنا حال المعبودين من صالحي الخلق من الملائكة والأنبياء والأولياء، هؤلاء يتقربون إلى الله يدعونه يرجون رحمته ويخافون عذابه، وأي يرجون أيهم أقرب يتنافسون في ذلك بما ويتوسلون بما يقربهم إلى الله جل وعلا، ومن أعظم ما يقربهم إلى الله جل وعلا التوحيد. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إبراهيم الخليل أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لأبيه وقومه، يصارحهم ولا يجاملهم، إنني براء، يتبرأ منهم ومن معبوداتهم. قال إبراهيم لأبيه، اسمه آزر كما هو منصوص عليه في القرآن، وإن كان جمهور المؤرخين يقولون إبراهيم بن تارح أو تارخ، يعني عجب من المؤرخين مسألة منصوصة في القرآن ويختلفون فيها. يعني في كتب التاريخ يوسف، يعني هل يشك أحد أنه ابن يعقوب؟ نعم، ما أحد يشك. في التواريخ تجد يوسف بن راحيل، ها؟ على كل حال، لأن الشيء المنصوص بالقرآن لا ينبغي أن يختلف فيه، لا ينبغي أن يختلف فيه ولو عبر عنه بلغة أخرى، وهذه التواريخ بلغة العرب، صنفها العرب بلغتهم، ومع ذلك يقولون في نسب إبراهيم أنه ابن تارخ أو تارح ويوسف بن راحيل، أن هذه الأسماء منصوصة، يعني ما هي باستنباط ولا اجتهاد، منصوصة في كتاب الله جل وعلا. نعم، لكن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، شو أبشر هذا البيان؟ ماذا وراء هذا البيان؟ طيب، المسيح معروف أن اسمه الأصلي عيسى عليه السلام، والمسيح لقب ولا وصف ولا علم؟ اسم، ها؟ هو منصوص عليه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ومع ذلك يقول اسمه عيسى ولقبه المسيح، وسمي بذلك لأنه يمسح الأرض، أو لأنه لا أخمص له ممسوح القدمين، مع أنها تحتمل تأويل هذه، يعني كون الاصطلاح الشرعي في هذه الألفاظ يخالف الاصطلاح المعمول به عند أهل فن من الفنون، هل نطبق الاصطلاح أو نطبق اللفظ الشرعي؟ يعني من حيث العرف اللغوي قد يقال أنه وصف، لكن من الأوصاف ما يمكن أن يسمى به ويكون علما. نعم، يصير له أكثر من اسم، يكون له أكثر من اسم. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء. نعم، ها؟ إذا اسمه نكتال؟ لا، ما
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. لا فرق. في واحد سمى نكتل بعد، في واحد سمى ولده نكتل. لا في واحد سمى، يعني الكلام ليس بصحيح. نكتل هذا جواب الطلب أو جواب شرط مقدر، إن ترسله معنا نكتل. من الكيل؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وبدون أدنى مجاملة، لأن هذا الباب لا يحتمل المجاملة، الباب باب إسلام وشرك، توحيد وشرك، إسلام وكفر، ما يحتمل، ولا بد من البراءة وإعلان البراءة من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لا بد من البراءة من الشرك وأهله. والولاء والبراء باب معروف في الدين وشأنه عظيم، ولا يتم الإيمان إلا به، لا بد أن يتولى من تولاه الله جل وعلا ويتبرأ مما تبرأ الله منه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ففي قوله إنني براء مما تعبدون تفسير للا إله، فكل المعبودات منفية ومتبرأ منها إلا ما استثني وهو الله جل وعلا، إلا الذي فطرني خلقني وابتدأني فإنه سيهدين. فنفى العبادة وتبرأ من جميع المعبودات ثم أثبتها للذي فطره وهو الله جل وعلا، فإنه سيهديه، ولا يملك الهداية أحد إلا الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيده سبحانه وتعالى. يقول الحافظ بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة إنني براء ما تعبدون الذي فطرني، جعلها كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني الكلمة تطلق ويراد بها الكلام، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأصدق كلمة قالها شاعر لبيد، كل شيء ما خلا الله باطل. يقول ابن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم لعلهم يرجعون إليها، يعني إليها، ولا يزال في ذريته من يقول لا إله إلا الله إلى قيام الساعة، لكن منهم من اجتالته الشياطين وعبد مع الله غيره. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وهذه فيها تفسير مطابق لكلمة التوحيد، لشهادة أن لا إله إلا الله، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما أسلم عدي بن حاتم قال لما سمع هذه الآية قال إنه لا نعبده، نحن لا نعبد الأحبار والرهبان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون الحلال فتطيعونهم، أليسوا يحلون الحرام فتطيعونهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوهم شركاء لله في الحكم والتشريع
في الحكم والتشريع، وهل هذا من باب الألوهية أو الربوبية؟ نعم، لأنه قال أربابا، ما قال آلهة، ما قال اتخذوهم آلهة، إنما قالوا إنما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهل في هذا تفسير للا إله إلا الله أو أنه مناقضة لتوحيد الربوبية؟ نعم، فتلك عبادتهم، يعني من حيث اللفظ في الآية والتفسير، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية، يعني اتخاذهم أربابا من دون الله، لا شك أن التشريك في الحكم والتشريع تشريك في الربوبية، لكن إن هم اعتقدوهم أربابا من دون الله فعبدوهم من دونه، يعني كأنه قال اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا عبدوهم من دون الله، فيجتمع في هذا الشرك في الربوبية والألوهية. ولذا بعضهم يستدرك على الشيخ إيراد هذه الآية في تفسير لا إله إلا الله التي مفادها توحيد الألوهية، والآية إنما تدل على أنهم شركوهم في التشريع. لكن إذا قلنا التقدير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا عبدوهم من دون الله، ويؤيد ذلك قوله فتلك عبادتهم، وهو يقول ما عبدناهم، أو نقول إن هذا من جهله بمعنى العبودية، من جهله بمعنى العبودية، لأنه حديث عهد بالإسلام. وإذا قلنا بهذا الكلام بهذا التقدير، قلنا إن الآية مطابقة للترجمة. ولو قلنا أن الآية تنفي التشريك في الربوبية، وتوحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، فمن أشرك في الربوبية أشرك في الألوهية، لأنه لا يمكن أن يشرك في الربوبية ويعترف بتوحيد الألوهية، لكن العكس موجود، العكس موجود، قد يشرك في توحيد الألوهية ويعتقد توحيد الربوبية كما كان عليه مشركو قريش. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا يعبدونه من دون الله، وحال النصارى ما تحتاج إلى كشف، وليس من باب ما يستتر به أو يتقى به عندهم، لا، مكشوف، الرب عندهم يسوع. والإشكال في استخدامهم هذه الكلمة الرب، وبعض المسلمين يتلقفها ويرددها ولا يدري أن وراءها ما وراءها، لأنهم لا يقولون إله يسوع، إنما يقولون الرب. وفيه كتاب من كتبهم مطبوع منذ 400 سنة في أوروبا، قالوا في خاتمته طبع سنة 1600 وكسر، لكن بدلا من أن يقول ميلادية يقول من وقت التجسد الإلهي، نسأل الله العافية، تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالنصارى اتخذوا المسيح إله من دون الله، وجعل أن الله هو المسيح ابن مريم منصوص عليه، يعني في كتابنا أن الله ثالث ثلاثة. فالمقصود أن شرك النصارى في الربوبية وفي الألوهية تضافرت على نقله النصوص، ولذا هم كفار، وكذلك اليهود كلهم كفار،
ومن شك في كفرهم كفر، بل بعضهم ينقل الإجماع على ذلك. والخلاف الذي تقدم ذكره، هل يطلق على أهل الكتاب أنهم مشركون أو لا يطلق عليهم؟ لا شك أن هذا شرك، حينما يقولون أن الله ثالث ثلاثة لا شك أنه شرك، من أعظم أنواع الشرك. لكن هل يقال هم مشركون أو كفار بالإجماع لكن فيهم شرك؟ هذه مسألة ذكرناها سابقا، وذكرنا أن الحافظ بن رجب رحمه الله قرر أنه لا يقال إنهم مشركون وإنما يقال فيهم شرك، يعني ليس هذا من باب التقليل من شأن كفرهم ومخالفتهم لأنواع التوحيد، لا ليس هذا من هذا، لكن الكلام فيما يترتب عليه من أحكام عملية. بالرجب نعم. هم كفار بالإجماع، حتى قال جم من العلم أن من شك في كفرهم كفر إجماعا، هذا ما في إشكال، ولا في لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقالوا أن العطف عطف مغايرة، عطف مغايرة، ومنهم من يقول لا، أنه من عطف العام على الخاص للاهتمام بشأن الخاص، فأهل الكتاب مشركون والشرك ظاهر عندهم، الشرك ما فيه خفاء، لكن هل هو شرك بمعناه الأعم في جميع عباداتهم وطقوسهم، أو أنهم عندهم شرك وإن لم يكونوا مشركين؟ ترى الأثر العملي ما فيه إلا مسائل، مسألة النكاح مثلا، نكاح نسائهم وتحريم المشركات، وأنهم لا يحتاجون إلى مخصص لأنهم ليسوا بمشركين وإن كانوا كفار. ومن قال إنهم مشركون قال الأصل تحريم نكاح نسائهم ووجد المخصص والمحصنات من أهل الكتاب. هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، كما يقرر أئمة الدعوة أنه وقع فيها كثير من متأخري هذه الأمة، تجد من يحرم الحلال ويتبعه فئام من الناس، وتجد من يحل الحرام ويتبعه فئام من الناس. نعم، طاعة ولاة الأمر أمر مقرر في الشرع وجاءت بها النصوص التي لا يمكن تأويلها ولا ردها، نصوص قطعية في الكتاب والسنة، ومع ذلك الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، لا يجوز أن يطاعوا في ما يحرمه الله مما يحلونه أو العكس، ومن أطاعهم في هذا دخل، كان له نصيب من هذه الآية، كان له نصيب من هذه الآية، سواء كان من ولاة الأمور الذين هم الحكام أو من العلماء. النفوس لا شك أنها لا سيما العوام عندهم شيء من الإذعان لأهل العلم ثقة بهم، وعندهم إذعان للرهبان الذين هم العباد، يحسنون بهم الظن كثيرا، فإذا قالوا شيئا قالوا هم أعرف منا، هم أعرف منا. لا شك أن فرض العامي التقليد، الذي لا يعرف الحكم فرضه سؤال أهل العلم، لكن إذا عرفوا أن هذا العالم إنما يتبع هواه ويتبع مصالحه ويحرم ما أحل الله ويحرم ما أحل الله، ثم عرف هذا المتبع أن متبوعه كذلك وأطاعه بعد ذلك، لا شك أنه داخل في الآية. أما إذا كان عن جهل وهذا من أهل العلم وهو مأمور بسؤال أهل العلم ولا يظهر له عند غير ذلك، فوزره وإثمه على من أفتاه وأضله. لكن الإشكال في من يعلم أن هذا لا يلتزم بأحكام الله وشرع الله
ثم يقلده، لا سيما إذا كان ذلك نابعا عن هوى. وبعض العامة يتتبعون مثل هذه الفتاوى لأنها توافق ما في أنفسهم، فتجد مرة يتبع العالم الفلاني ومرة يتبع العالم الفلاني، إذا قيل له عليك دم راح يسأل غيره علّه أن يجد من يقول له لا شيء عليك، وإذا قيل له أن هذه الشركة مختلطة في تتعامل بمحرمات لا يجوز المسامر، ذهب إلى من لعله يرخص له في شيء من ذلك. لا شك أن مثل هذا تلاعب بالدين ودخول في هذه الآية إذا تبعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. أو إذا لم يفرق، إذا لم يستطع وتبع العالم ثقة به على أنه عالم وما حصل عنده أدنى تردد في صحة هذه الفتوى من هذا العالم، هذا ما عليه شيء، لأنه فرض سؤال أهل العلم، فالإثم كله على من أضله، عليه وزر فتواه وزر من عمل بها. أما إذا عرف أن هذا العالم خالف أهل العلم الذين هم أعلم منه ولم يصل في نفسه شيء من التوقف والتثبت، وتبع قوله لأنه يوافق ما في نفسه، هنا نقول إنه تبعه. حط بينك وبين النار مطوع. ها؟ نعم، على كل حال العامي فرضه التقليد وليس بإمكانه إلا سؤال أهل العلم، وقد أمر بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فرضه، لا يستطيع أكثر من ذلك، لكنه يستطيع أن يميز بين أهل العلم ولو بطريق الاستفاضة. إذا استفاض بين الناس أن هذا العالم متبع للهوى أو متساهل فتواه، لا يجوز للعام أن يقلده، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لا بد. أما أن يتبع هواه أفتي بأن عليه دم ثم ذهب يبحث عن من يعفيه عن ذلك، هذا متبع لهواه متبع أهل العلم. وأيضا عامة الناس يثقون لا سيما من فيهم الصلاح مع الجهل، يثقون بمن اتصف بشيء من العبادة، فالعالم ولو كان دون غيره في باب العلم إلا أنه له نصيب من التعبد، لا شك أن هذا محل ثقة من العامة. ولذا في صحيح مسلم لما جاء السائل إلى المدينة، جاء حاجا فسأل عن ابن عمر، جاء حاجا فسأل عن ابن عمر فدل عليه، فأراد أن يسأله قال عندي سؤال، قال اذهب إلى ابن عباس، قال لا، ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها. معروف أن ابن عمر في باب العبادة وفي باب العمل ما في شك أن أمره ظاهر فيها، وعامة الناس يثقون بهذا النوع، بخلاف من قصر في هذا الباب، ولا يظن بابن عباس أنه قصر، لكن في نظر العامي أن هذا أكثر عبادة، وإن كان مزاولة العلم التي لا يقدرها العامي قدرها أفضل من العبادة الخاصة. فهم رأوا ابن عمر عابد، ابن عباس عالم، كلاهما عنده من العلم ما عنده وعنده من العمل ما عنده، لكن هذا تميز بهذا الجانب وذاك تميز بهذا الجانب. فلما قال له ابن عمر اذهب لابن عباس، قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، يعني توسع في شيء من المباحات، بخلاف ابن عمر. وعامة الناس يثقون بمثل هذا ولو كان أقل في باب العلم، لأنهم يرون أن هذا وإن لم يخرج عن دائرة المباح إلا أنه مدام توسع في أمور الدنيا
فعنده شيء من التساهل، وذاك الذي لم يتوسع عنده شيء من التحري والتثبت، فهو أولى أن يحتاط باتباعه. فهم يتبعون هؤلاء العلماء ويتبعون أولئك العباد الذين عبر عنهم أو ذكرهم القرآن الله جل وعلا في كتابه باسم الرهبان. نعم، تأويل علشان إيش؟ إيه؟ تأويل سائر، ها؟ يعني اجتهد وأخطأ. لا لا، هذا له أجر إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد فهذا مأجور على كل حال. أما إذا أول تبعا لهواه فهذا هو المنصوص عليه، وهذا الذي يضل بسببه كثير من الناس. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من هذه تبعيضية، يعني ليس جميع الناس يتخذون من دون الله أندادا، إنما بعض الناس يتخذون من دون الله أندادا. والأنداد الأمثال والنظراء، الأمثال والنظراء يحبونهم كحب الله. من عبد أو من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد اتخذ هذا ندا لله. ولذا لما قال الصحابي ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. يحبونهم كحب الله، المحبة المقرونة بالتعظيم والذل والخضوع هي العبادة، وتصرفات المخلوقات كلها تابعة للمحبة. لماذا تأكل؟ لأنك تحب الطعام. قد يقدم لك طعام لا تحبه فتأكله فتنتقل المحبة إلى ما وراءه، لأنك تحب البقاء، تحب البقاء. شربت لئلا تموت من العطش، أنت تحب الماء ولو لم تكن عطشان، إنما شربت لأنك تحب الماء. وإذا كنت لا تحبه فأنت شربته لتبقى. وجعلنا من الماء كل شيء حي. المقصود أن هذه العبادة هي التي تحرك القلوب للعمل، هي التي تحرك القلوب للعمل. وهناك محبة شرعية مقرونة بالتعظيم والذل والخضوع، هذه لا تصح ولا تجوز إلا لله جل وعلا، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. إذا خلت عن ذلك بأن كانت محبة لأنها محبوبة للمحبوب صارت شرعية. أن تحب زيد من الناس وتبغض عمر، لماذا؟ لأن زيد ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأنت أحببته في الله، وعمر لأنه مما يعمل ما يغضب الله جل وعلا فأنت تبغضه في الله. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذه المحبة شرعية لكنها غير مقرونة بتعظيم وذل وخضوع الذي لا ينبغي إلا لله جل وعلا. هناك محبة جبلية، محبة جبلية، الوالد يحب الولد والولد يحب الوالد ويحب الزوجة ويحب كذا ويحب أنواع من المال، زوين للناس حب الشهوات، هذه محبة جبلية وهي في الأصل مباحة إلا إذا ترتب عليها التفريط بما يحبه الله ورسوله،
فإذا فرط بسببها بما يحبه الله ورسوله فهو من هذه الحيثية، إذا تعارضت الجبلية مع الشرعية لا تبين المحبة الشرعية إلا إذا قدمت على ما يحبه الإنسان محبة جبلية. فالإنسان زين له حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لكن إذا قدم هذه الأشياء على ما أمره الله به قلنا إن محبته الشرعية عورضت بالمحبة الجبلية فلا يجوز له ذلك. ها؟ وين؟ كل أمر بقدره، كل أمر بقدره، كل حال الأصل في الأمر الذي يأثم به. إذا قدم هذا يعني، وإذا قدم على الأمر المستحب أتى بما يقابله وهو أنه تكون مثل هذه المحبة مكروهة. نعم. فإذا كان الإنسان محبا لنوع من المال، محب للخيل أو للإبل، فصارت محبته زادت عن حدها وترك بسببها بعض الواجبات، ترك الوالدين الذين هم بأمس الحاجة إليه، وصار يذهب إليها في نهاية كل أسبوع، يترك صلاة الجمعة، نقول أنه قدم هذه المحبة الجبلية على الشرعية ودخل في المحرم. وإلا فالأصل أن الله جل وعلا جبل الإنسان على حب بعض الأشياء. طيب، لو قال قائل أن حب الولد قد يجعل الإنسان يفرط في بعض الواجبات، هذا الولد أصيب فحملته الشفقة إلى أن ذهب به إلى المستشفى فترتب على ذلك فوات الصلاة، إما فواته مع الجماعة أو فوات الوقت. هنا نقول قدم المحبة الجبلية على المحبة الشرعية. قد يكون هناك ما يدعى أنه يحب شرعا، مثل طالب علم يحب الكتب وذهب ليشتري كتب أو يبحث عن كتب يريدها، فترتب على ذلك إما سفر إلى بلاد لا يجوز السفر إليها، أو إلى بلد أو في بلده وضاع بسببه صلاة جماعة، أو ترتب على ذلك محظور، أو سكت عن منكر رآه عند هذا البائع، لأن هذا يحصل كثير، يحصل، لأن الإنسان الذي يرغب في شيء عند آخر، مثلا معروض سيارة وأنت تبي هذه السيارة مثلا، ولما قلت أن تريد هذا النوع من السيارات وأعجبتك وقلت بكم، ذكر لك قيمة تنزل عن الواقع 10,000 مثلا، يعني اجتمعت كل، تضافرت فيها أسباب المحبة من كل وجه، ثم الجوال موسيقى، تبي تنكر عليه ولا ما تنكر؟ ها، ابتلاء. ترى بعض الناس يقول لو أنكر عليه يمكن انصرف وتركه ولا باع علي ولا، وهذا في جميع السلع، حتى في الكتب التي هي في الأصل ما يستعان بها على تحصيل العلم، إما أن يكون البائع يدخن أو يكون نغمته موسيقى أو مسبل أو حليق أو غير ذلك من المحرمات، تجد الإنسان ما ينكر عليه، كل خشية أن تفوت هذه الفرصة. ولا شك أن هذا قدح في المحبة الشرعية، قدح في المحبة الشرعية. أحيانا على أوقات السراء عند الخبازين تجده وقت الأذان يبيع، يبيع وقت الأذان، وأن طالب علم تبي تنكر عليه، لكن ممكن ما تنكر عليه لأن تأخذ الخبز حقك، لأنك لو تنكر عليه قفل وخلاك. لا، أقول هذه الأمور لابد من اعتبارها أمور حساسة وتزاول يوميا عند الناس، وفيها إيثار للمحبة الجبلية على الشرعية، وبقدر هذه المخالفة يكون الخدش في المحبة الشرعية. نعم، يعني لما حطيت الكتاب بالبيت قبل ما يهون، بالسيارة يمكن يهون،
ما لمسكت يمكن يهون، لكن مجلس الخيار يقول هونت. هذه أمور يعني فيها نزاع، صراع نفسي، فيها صراع نفسي، وكثير من الناس يعني يتساهل في هذه الأمور، يتركها رجاء أن يحصل على ما أراد من أمور الدنيا، وهذا شك أن هذا خلل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وعلى الإنسان أن يكون مثل هذه الأمور على باله، يقدم ما يحبه الله على ما يحبه ما تحبه نفسه وهواه. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أن هؤلاء الذين أشركوا واتخذوا الأنداد يحبون الله جل وعلا، يحبون الله جل وعلا، لكنهم يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله جل وعلا. يحبونهم كحب الله، فدل على أن هؤلاء يحبون الله لكنهم أشركوا في هذه المحبة. فكيف بمن يحب معبوده أكثر من حبه لله؟ فكيف بمن يحب محبوبه وحده دون الله؟ يعني أنه لا يحب الله. وهذه مراتب، وما جاء في الآية ضرب من الشرك، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لا يعني أنهم يعبدونهم أو يسجدون لهم، لا، لكنهم جعلوهم في مصف الله، إذا أمروا مع أمر الله جل وعلا نظر يرجح هذا ولا هذا، فمرة يرجح هذا ومرة يرجح هذا، لأنه لا يوجد مرجح بين هذه الأنداد وبين الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين فيهم الآية، لكن إذا كان يرجح ما يؤمر به من غير الله جل وعلا على ما يأمره الله به، فقد اتخذ الند أحب من الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني يحبون بعض الأشياء، لكن إذا جاءت المحبة التي هي رضا الله جل وعلا، إذا جاءت المحبة يعني محبة العبد لله جل وعلا مع محبة غيره، قدمها على محبة على ما يحبه غيره من غير تردد. والذين آمنوا أشد حبا لله، فإذا كان الإنسان تصل به محبة الله جل وعلا إلى أن يكره أن يعود إلى الشرك كما يكره أن يلقى في النار، محبة عظيمة. فكيف بمن يرضى بالإلقاء في النار دون أن تخدش المحبة الإلهية في قلبه؟ لا شك أن هذا غاية في التوحيد والإخلاص لله تعالى. أما من صرف شيئا من هذه المحبة الشرعية المقتضية لتقديم الأوامر على الأوامر، فهذا لا شك أنه خدش، وبقدر هذا الميل وهذا الترجيح يكون القرب والبعد من الله. من محبة الله محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن والده وولده والناس أجمع. لما قام عمر رضي الله عنه لا أنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال بل ومن نفسك، قال ومن نفسي، نعم، قال الآن يا عمر. يعني لا بد أن يحب المسلم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب نفسه، فضلا عن ولده ووالده وغيره، لا بد أن يحب الرسول أكثر من ذلك. لكن ما معنى المحبة وما آثار هذه المحبة؟ يعني لو تصور الإنسان أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي لوجب عليه أن يفتيه بنفسه، لأنه يجب عليه أن يحبه أكثر ما، ويجب عليه أن يدافع عن سنته بقدر استطاعته. وإذا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام
وحصل هناك ما يعارض الأمر النبوي، قدم مراد النبي عليه الصلاة والسلام على مراده. وليس معنى هذا أن يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون مع التعظيم والذل والخضوع الذي لا يجوز إلا لله جل وعلا. لا يشرك الرسول عليه الصلاة والسلام بالمحبة المختصة بالله جل وعلا، لأن الرسول إنما يحب لأنه يدل على الله جل وعلا. الأصل أن الحب لله وما يحبه الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يحبه الله، إذن نحبه لأنه سبب النجاة، سبب في نجاتنا من النار. قد يقول قائل: أنا أحب الرسول بهذا المعنى وأحبه أكثر من نفسي، لكن ليس ما معنى أنني أحبه أكثر من نفسي وأنا من أجل نفسي أحببته، لأني بسببه أنقذت من النار. فيعود الأمر إلى أنه أحبه لنفسه، يعني ما أحب الرسول لذاته إنما أحبه لنفسه. ها؟ أي. طيب، يعني هل الإنسان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام دين ولا جبلة؟ ها؟ جبلة من الدين. لا لا لا، الفطرة لا، الجبلة قد تحب شيء تميل إليه بنفسك، ولا يعني كونك تحبه أو لا تحبه لا يؤثر في الشرع. جبلة الفطرة التوحيد أن أحب النبي صلى الله عليه وسلم. هم أما محبته جبلة وميل نفسي فهذا لا يكون إلا بعد معرفته. يعني شخص لا يعرف عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الاسم، هل يمكن أن يحبه محبة؟ ها؟ لذاته. خل مسألة النفع هذا دين. إذن هذا حبك لنفسك، صار حبك لنفسك. نعم. طيب، صار المحبوب الرسول أو النفس؟ ها؟ ها؟ يعني كونه أحب إلى الإنسان من نفسه محبة شرعية التي تتجلى عند التعارض، التي تتجلى عند التعارض. إذا كان محبوبك الجبلي يعارض محبوب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعارض الأمر النبوي، فقدم الأمر النبوي ولا يلتفت لغيره، هنا تكون أحببت الرسول أكثر من نفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا المحك، أحببكم الله، ليس الدعاوى. يعني أقرأ قصيدة فيها مديح وفيها غلو وأقول إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، أنت بهذا تكره الرسول، لأن علامة الحب الاتباع، وعلامة الكره المخالفة، وأي مخالفة أعظم من الشرك؟ يعني الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يحب الرسول؟ والله جل وعلا يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن المحب لمن يحب مطيعه، وأنت عصيته، ويقول لا تطروني إياكم والغلو، وأنت تغلو. هل أنت تحبه وأنت مخالف لأمره؟ هذا ليس حب، هذا ليس، هذه دعوة، هذه دعوة. إنما الحب بالاتباع، الحب بالاتباع. وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيح إما أن يقال في الحديث الصحيح أو الكتاب
المخصص للصحيح. إذا قلنا في الحديث الصحيح فالأمر واسع، يعني في أي كتاب لكن الحديث صحيح، وإذا قلنا في الصحيح في الكتاب الصحيح فهو متردد بين الصحيحين. وليس هناك اصطلاح واضح من صنيع المؤلف، فقد يقول في الصحيح ومراد بذلك في الحديث الصحيح، وقد يقول في الصحيح ومراد بذلك صحيح البخاري، وقد يقول وفي الصحيح ومراده بذلك صحيح مسلم، كما هنا هنا الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، يعني لا يكفي أن يكون عابدا بنفسه لله جل وعلا غير مشرك به حتى يتبرأ من الكفر ويكفر بما بجميع ما يعبد من دون الله، ويعتقد بطلان العبادة لغير الله جل وعلا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فعصمة المال والدم إنما تكون بالأمرين: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص، والكفر بما يعبد من دون الله كما في حديث الباب. وكفر بما يعبد من دون الله أيا كان حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه يعني عصم من أخذ المال وعصم من سفك الدم، وحسابه على الله عز وجل. يعني إذا أظهر لنا هذا ونطق بلسانه بكلمة التوحيد وتبرأ من الشرك وأهله، حينئذ يحرم ماله، يكون لأنه معصوم الدم والمال ودمه، وحسابه على الله عز وجل، لأنه قد يكون صادقا في دعواه وقد يكون كاذبا. وهذه أمور خفية لا سبيل إلى الاطلاع عليها، فمردها إلى الله جل وعلا، ولذلك قال: وحسابه على الله عز وجل. لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ويتبرؤون من الكفار فعصمت أموالهم ودماؤهم، لكنهم قد يتكلمون في بعض الأوقات بما يخل بهذا القول، وقد يتولون الكفار ولا يتبرؤون منهم ولا يكفرون بما يعبد من دون الله ويقول لا إله إلا الله، وقد يأتون بما يناقضها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كف عنهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وإلا قد تبدو على فلتات ألسنتهم وبعض تصرفاتهم ما ينم على سوء طويتهم. ومع ذلك ليس لنا إلا الظاهر، ونكل الباطن إلى الله جل وعلا، ولذا قال: وحسابهم على الله عز وجل. وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا أتى بما يوجب القتل كالزنا بعد الإحصان أو قتل النفس المعصومة عمدا، فإنه هذا من حقه، فإنه لا يعصم دمه ولا ماله. ها؟ لا بد من النظر إلى النصوص مجتمعة، هذا قيد. وأيضا هناك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لم تذكر هنا، فلا بد منها. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
يعني مو مقتضى الشهادة الكفر بما يعبد من دون الله، نعم مقتضاه، لكن الكفر بما يعبد من دون الله التنصيص عليه من باب أنه من لأهميته، وقد ينسى هذا القيد وإن كانت الشهادة تتضمنه، إلا أنه قد ينسى فلذا نص عليه، مثل ما قلنا سابقا في شروط القبول للعمل، وأنهما شرطان الإخلاص والمتابعة، ولا تكون المتابعة إلا بالإخلاص فيكتفى بالمتابعة، لكن الإخلاص لأهميته ويمكن أن يغفل عنه، أفرد من بين ما تقتضيه المتابعة. وهنا نص على هذا وكفر بما يعبد من دون الله، لأنه قد يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يزاول عبادة غير الله، فضلا عن كونه يكفر بما يعبد من دون الله، قد يزاول، قد يطوف، قد يسجد لقبر ويقول لا إله إلا الله، وحال بعض المسلمين في بعض بلاد المسلمين شاهد على ذلك. هذا من يفهم معناه، هذا بالنسبة لمن يفهم معناها لا يمكن أن يقولها حتى تتحقق عنده أركانها، لأنه يفهم معناها. أبو جهل وأضرابه وأمثاله من المشركين رفضوا، أجعل الآلهة إلها واحدا، لكن هنا ما في ما يمنع من أن يطوف بقبر وهو يكرر لا إله إلا الله، يسجد لولي وهو يقول لا إله إلا الله، يطوف بالكعبة ويقول لا إله إلا الله، ويدعو مع الله غيره، يا أبا عبد الله، يا أبا فلان، يا كذا يا كذا، ويسمع مع الأسف أنه يا أبا عبد الله أتيناك، أتينا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، يعني هو يطوف بالكعبة فضلا عن من يطوف بقبر، فضلا عن من يطوف بقبر، يعني حدث ولا حرج ما يقولونه من الألفاظ الشركية. ويأتون إلى هذه المشاهد العظيمة من المقدسات والمشاعر، يأتون إلى بيت الله الحرام ويقفون بعرفة والمواقف كلها، ومع ذلك يسمع الشرك بالمكبرات، والله المستعان، مع أنهم يأتون لأداء هذه الشعائر وإلى هذه الأماكن من باب تتميم الدعوة أنهم مسلمون، وإلا بعضهم يصرح أن حجه إلى مشاهدهم أفضل من الحج إلى البيت الحرام مرارا، قالوا 70 مرة أو 100 مرة أو شيء منها. فالشرك في هذه الأمة واقع وكثير، لا سيما في هذه الأزمان وفي زمن الشيخ رحمه الله، طبق الشرك واشتدت غربة الإسلام وجهل الناس معنى لا إله إلا الله، حتى عند من يدعي أنه من أهل العلم. يقول رحمه الله تعالى شرح هذه الترجمة: وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها. شرح وين؟ يعني الترجمة هذه تشرح بما بعدها، أو أنها شرحت هذه الترجمة وفيها أكبر المسائل وكذلك ما بعدها من الأبواب؟ الآن الترجمة شرحت ولا ما شرحت؟ ما فيه إشكال، نعم، لكن ما حصل في هذا الباب؟ في شرح للترجمة ولا ما فيه؟ يعني كأنه قال: وشرح هذه الترجمة بما ذكرنا في هذا الباب وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل. نعم، على كل حال وجود الواو له وجه، وحذفها له وجه، إما أن يكون شرح هذه الترجمة بما بعدها من الأبواب اللاحقة
وكلها فروع لتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا حصل شرحها بما ذكره، لأن لو قلنا شرح هذه الترجمة أو شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أغفلنا ما في هذا الباب، أغفلنا من هذا الباب. ومن أراد أن يطلع على ما ينقض هذه الأبواب اللاحقة فليقرأ في كتب الرحلات وما يكتبه الرحالون حول المشاهد والقبور، منهم من يذكرها ولا يتعقبها، ومنهم من يذكرها ويشارك فيها يعني ابن بطوطة في رحلته شارك في كثير من مظاهر الشرك والغلو والتبرك والاعتقاد في الأولياء وما أشبه ذلك. مع الأسف الشديد هذه الرحلات فيها هذه كثير من هذه الأنواع. ها؟ من هو؟ ما دام ذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يخطب على منبر الجامع الأموي يقول رأيت شخصا كثير العلم قليل العقل على منبر دمشق وهو يقول ينزل ربنا في آخر كل ليلة كنزول هذا، ونزل من المنبر، والشيخ في اللحظة التي دخل فيها إلى أن خرج وهو في السجن. هذه فرية فيه أكبر المسائل وأهمها، أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء. أي الآيات؟ أولئك الآية الأولى آية الإسراء، فيها بيان بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، يعني يرد على هؤلاء المشركين الذين يدعون الصالحين بأنه ما دام هؤلاء الصالحون عابدين لله مخلصين له متقربين إليه بتوحيده نافين ما عداه مما يعبد من دون الله فكيف تعبدونهم. بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، يدعون يعبدون، والدعاء لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا، سيما الدعاء وطلب الشيء من أحد لا يقدر عليه، ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. إذا قلت يا فلان اشف مريضي لا يقدر على ذلك، وإذا قلت للميت افعل كذا ولو كان أدنى الأشياء التي يستطيعها الأطفال لا يستطيعها الميت، شرك. فالإشراك في الدعاء سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة كله من الشرك الأكبر. ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة التي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أرباب. وهل هذا شرك في الربوبية أو في الألوهية؟ نعم كلاهما، شركوهم في الحكم، إن الحكم إلا لله، وهم جعلوا لهم نصيب من الأحكام واتبعوهم وأطاعوهم على ذلك، وهذا شرك في الربوبية، وتبعا لذلك عبدوهم من دون الله لقوله فتلك عبادتهم. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد، ها، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه تفسير الآية طاعة العلماء والعباد، مش عندكم بالكتاب؟
في المعصية، هذا الصحيح، لأن اللي عندي في غير المعصية هذا ليس بصحيح، لأنهم يطيعونهم في المعصية، لكن لو أطاعهم في الطاعة كانوا مطيعين لله جل وعلا لا لعبادهم وعلمائهم. لا دعاؤهم إياهم، طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، لأن الطاعة في المعصية بارتكاب المعصية بتحليل المعصية بتحريم الطاعة عبادة، ولو لم يترتب على ذلك سجود ولا دعاء هي عبادة لهم، لا دعاؤهم إياهم. ولذلك نفى أن يكونوا يعبدونهم، قال لسنا نعبدهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن هذا النوع من الطاعة شرك، فتلك عبادتهم، يعني وإن لم تسجدوا لهم وإن لم تطلبوا منهم المدد وإن لم تطلبوا منهم شيء مما لا يقدرون عليه، كل هذا لأنهم أطاعوهم في المعصية، حرموا عليهم المباحات وأباحوا لهم المحرمات، فتلك عبادتهم. ومنها قول الخليل عليه السلام، نعم، إذا أطاعوهم في ارتكاب المعصية لا في حكمها، أما بالنسبة لتحليل المحرم وتحريم الحلال هذا لا إشكال في كون تشريك شرك الطاعة هذا، لكن إن أطاعوهم بارتكاب المعصية مع اعتقادهم أنها معصية أو ترك الواجب مع اعتقاد أنه واجب، يعني مع الأمر أخف، الأمر أخف، ها؟ لا ليس بشرك لكنه طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وهذا لا يجوز. يعني فرق بين أن يطأ الرجل زوجة أبيه وبين أن يعقد عليها، شو الفرق بينهم؟ استحلال العقد، العقد كفر استحلال، ولذلك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأرسل إليه من يقتله ويخمس ماله، لأنها ردة استحلال، بينما لو وقع عليها أمر عظيم ومع ذلك لا يصل إلى حد الكفر. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة، يعني كلمة التوحيد التي معناها في البراءة مما يعبد إلا الله جل وعلا، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون يعني إلى يوم. منها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، آية البقرة أي من الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، يحبونهم كحب الله وهم يحبون آلهتهم وأندادهم حبا عظيما، إذن يحبون الله حبا عظيما، لكن هذا لا ينفعهم، فكيف بمن يحب الآلهة أكثر مما يحب الله، وكيف بمن يحب الآلهة دون الله فلا يحب الله جل وعلا، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده، الثاني أشد والثالث أعظم وأشد، ولم يحب الله منها قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه
وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، ولا كونه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك القيد المذكور، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. يعني إذا رأى أن هناك معبودا من دون الله وتوقف في تكفير من يعبده من دون الله، نعم، لم يحرم ماله ولا دمه. هذا إذا شك أو توقف. فهؤلاء الذين يعبدون المسيح والذين يعبدون العزير، يعني من شك في كفرهم أو توقف فيه لم يحرم ماله ولا دمه. ونحن نرى ونسمع بعض الكتبة وبعض من يتحدث في الوسائل يهون من هذا الأمر، يهون من هذا الأمر من أجل التعايش السلمي إيثارا للدنيا على الآخرة، صلى الله السلامة والعافية. فالمسألة من العظائم، ليست من المسائل السهلة. يقول الشيخ: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها وأكثر الناس عنها غافلين. أن كثر الكلام وطرق الموضوع والتعايش والحوار وما أدري إيش، حتى صار الناس يعني تبلدوا. أول ما بدأوا بالقضاء أو بإضعاف الولاء والبراء، ثم بعد ذلك أخذوا مدة يطرقون التعايش مع الآخر ومع الأطياف ومع الأديان ومع كل هذا، لا يجدي من الله شيئا، بل هذا ضرر محض. لكن لا يعني أننا نجر على أنفسنا كوارث بسبب بعض التصرفات. فإذا كنا في ضعف، في حال ضعف، لا يمنع أن نتقي بعض الشر، لا بقول الباطل، قول الباطل لا يجوز بحال، لكن بإرجاء بعض البيان إلى وقته. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. لا يعني هذا الكلام أننا نشهر السيوف في وجوه المخالفين وننابذهم العداء علنا ونأثور في وجوههم لنجر على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا مثل ما حصل في اللي يسمونه سبتمبر وما أشبه ذلك. لا شك أن الآثار كبيرة وعظيمة، لكن لا يعني أننا نتنازل عن شيء من ديننا. ودوا لو تدهن فيدهنون، هذا لا يمكن أن يحصل، ولا يمكن أن يتم مثل هذا بقول الباطل أو إلغاء الحق، لكن يمكن أن يؤخر بعض الحق إلى وقته. ومن ذلك سب الآلهة، الآلهة معبودات من دون الله، طواغيت، ومع ذلك لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للنزاع. فالشيخ رحمة الله عليه بيّن ووضح مسائل أكثر الناس في غفلة عنها، حتى بعض من ينتسب إلى العلم تجد عنده من الخلل الكبير ما عنده. فقيض الله جل وعلا لهذه الأمة في أواخر الأزمان هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى.